أهلا بكم ومرحبا في مقر الرابطة العالمية لخريج الأزهر وأيضا المنظمة العالمية لخريج الأزهر. الحقيقة كما تعلمون حضراتكم إن الرابطة العالمية لخريج الأزهر كفكرة تم طرحها على أول مؤتمر عقد في عام 2006 الذي ضم رموز من خريج الأزهر من كل بلاد العالم في ذلك الوقت، وطرح عليهم فكرة إنشاء الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وهي معنية أساساً ورسالتها في المقام الأول هي خلق قنوات تواصل مستمر وإيجابي بين خريجي الأزهر وجامعتهم ومؤسستهم التعليمية. لما لمسناه وقد تكونوا قد لمستوه حضراتكم مدى اعتزاز الأزهري بأزهريته، لدرجة أن كثير من البلدان يضيفون صفة الأزهري إلى اسمه الرسمي ويصبح فلان الأزهري كنوع من إضافة الشرف والمكانة الاجتماعية داخل بلده نتيجة انتمائه إلى هذه المؤسسة العريقة. على الرغم من ما تسمعون من تهوين لهذه المؤسسة العظيمة، إلا أنه أي منكم لو أتيح له أن يحتك بالعالم الخارجي، العالم الإسلامي أو حتى العالم الذي يتضمن أقليات إسلامية، سوف تسرون جدا لمدى مكانة وعظمة هذه المؤسسة. عموما منذ انطلاقها في عام 2006 وتبنت تحقيق أو تدعيم تحقيق رسالة الأزهر الشريف بكل ما تعنيه الكلمة، سواء كمنهج، كتصور صحيح للإسلام، وأيضا كدور وأنشطة واقعية على الأرض. فعلى سبيل المثال وضعت نصب أعينها رعاية الطلاب الوافدين الذين يدرسون بالأزهر الآن حتى يكونوا نواة عندما يرجعون إلى بلادهم. وعندما فتحنا فكرة إنشاء فروع للرابطة بالخارج تسابقت دول كثيرة، أزهريين في دول كثيرة أفريقية وآسيوية وأوروبية أيضا لإنشاء فروع لها في بلدانهم، وقد تم بالفعل إنشاء حوالي 15 فرع الآن، ولدينا العديد والعشرات من الطلبات لإنشاء فروع بالخارج. ثم تطور آخر بموجب اتفاقية مع وزارة الخارجية لإنشاء أو انبثاق منظمة عالمية لخريج الأزهر كمنظمة دولية، قد تم بالفعل. ومن دواعي الشرف والسرور إنه هذه المنظمة قد قبلت في المجلس الاجتماعي الاقتصادي للأمم المتحدة المعروف بالحروف الأولية الإيكوسوك، وهو مجلس يضم كبرى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية على مستوى العالم، مما يعتبر مجالا ومكانا لنشر أهداف ورسالة وأنشطة هذه المنظمات. وكما تعلمون حضراتكم
هناك فجوة كبيرة جدا جدا في التعبير عن صحيح الإسلام في المنتديات الدولية، وهو يعتبر المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة أحد هذه المجالات أو أحد هذه الأماكن التي يمكن من خلالها أن نطرح الصورة الحقيقية للإسلام في محاولة لما تلوث به كثير من وخصوصا في الآونة الأخيرة في أجهزة الإعلام المختلفة. فيعتبر إنجاز لإدارة الرابطة والمنظمة أن تقبل كعضو مؤسس في المجلس الاجتماعي الاقتصادي، ولن نحكي عن تفاصيل الضغوط التي مورست من كثير من أعدائنا التقليديين وغير التقليديين في منحنا هذه العضوية، إلا أننا لم نستسلم وأجبنا على كل التساؤلات وأثبتنا أنها منظمة معنية بالعدل ومعنية بالمساواة ومعنية أيضا بتقديم الخدمات لكل المنتسبين إليها من كل بلاد العالم دون تفرقة. وذهبت الرابطة أيضا كما تحدثت على تقديم كل الدعم الممكن للطلاب الوافدين سواء بعد تخرجهم في بلادهم عندما يعن لهم الاتصال وطلب المعونة، سواء المعونة الفكرية أو المعونة الثقافية أو غير ذلك من احتياجاتهم في بلادهم، بجانب الطلاب الذين يدرسون الآن في الأزهر الشريف. كمان في الوقت الراهن أطلقت الرابطة عبر اتفاقية مع وزارة الشباب لتأهيل وتدريب عدد من الشباب في ربوع مصر كلها، وهذا البرنامج مدعوم أيضا من بناء على اتفاقية مع شركة مايكروسوفت اللي هي بتاعت البرمجيات، وبتستهدف الشباب من سن 18 إلى 30 علشان يديهم مهارة استخدامات الحاسب. كما تعلمون حضراتكم الآن لا يوجد وظيفة تقريبا دون أن تحتاج إلى استخدامات للحاسب الآلي، سواء كمصدر تعلم أو كمصادر للمراجع أو كتواصل أو كثير من الاستخدامات التي تطلبها الوظائف. طبعا كما تعلمون حضراتكم خصوصا يمكن في وقتنا الراهن أصبح الدور أو الصوت المعتدل، الصوت الذي يعبر حقيقة عن حقيقة الإسلام كرسالة سماوية سامية، مهم جدا 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 اليوم أنه يسمع هذا الصوت. علشان نقدر نعمل ده برضو عبر اتفاقيات مع جهات متعددة قدرنا ندرب ونؤهل ما يقرب من 400 إمام وداعية من بلاد العالم المختلف، من بريطانيا، من أمريكا، من أمريكا الجنوبية، من عدة دول من أمريكا الجنوبية. الآن اليوم عندنا برنامج بينفذ مع مجموعة من الأئمة الصينيين، ويمكن لأول مرة يجي أئمة من الصين من آخر بلاد الدنيا حتى يتعلموا صحيح الإسلام ويرد على كل الشبهات ويرد على كل ما غمض عليهم من أمور الدين، وخصوصا في الرسالة الإعلامية الحالية التي تروج للأفكار التي تضر بالإسلام أكبر الضرر. في هذا السياق أيضا عملنا برنامج متميز مع بالاتفاق مع جامعة كامبريدج البريطانية لتأهيل مجموعة من الأئمة البريطانيين، والحقيقة البرنامج ده يمكن كان نموذج كان نموذج ناجح لدرجة كبيرة جدا، لدرجة عندما انتهى البرنامج وتلقينا ردود الأفعال سواء من الدارسين
أو من المشاهدين الآخرين أو من المؤسسات اللي بعتت هؤلاء الأئمة كانت كلها إيجابية شديدة الإيجابية، وكان له صدى رائع، لدرجة إن بعده كل عندما يتحدث مع الرابطة في شأن التدريب الأئمة يشير دائما وأبدا إلى هذا البرنامج. ده خلى مؤسسة أيضا، مؤسسة غير هادفة للربح اسمها مؤسسة توني بلير، وكما تعلمون حضراتكم توني بلير كان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، عامل مؤسسة معنية بحل المشكلات على مستوى العالم والإخاء الديني والإخاء العرقي وإلى آخره، وكل ما يتصل بالنزاعات التي قد تكون موجودة في أي بلد. فجالنا وفد من المؤسسة بعد عدة تشاورات علشان يشوف احنا هنعمل ايه علشان نقدر نؤهل وندرب أئمة، وخصوصا من الدول الأفريقية، نتيجة انه أفريقيا كما تعلمون حضراتكم من الدول البكر، والدول عادة اللي معظمها دول فقيرة. طبعا مع الفقر مع الظروف الاجتماعية او مع ظروف الظلم السياسي اللي قد تكون موجودة في اي مكان، طبعا ده بيئة خصبة جدا جدا للأفكار المتشددة إلى آخره، لأنه العبرة مش بوجود الأفكار فقط يا أخواني الأفاضل، لكن العبرة بالمناخ المؤيد والمهيئ والداعم والحاضن لهذه الأفكار. عندما تكون في أزمة فدائما وأبدا طبيعي جدا أنت كإنسان وأنا كإنسان أكون حانق، أكون متشدد، عندما أكون مأزوم، عندما أكون عندي معاناة ما، الأفكار موجودة طول الوقت، الأفكار موجودة، ولكن ما نتحدثش عن الأفكار بس. الأفكار نعم نفندها ونحللها وننتقدها إلى آخر بصحيح الدين، وأيضا لابد أن نعمل سويا على إزالة المناخ المناسب والمهيئ والحاضن لهذه الأفكار، وهذا أمر مسؤولية عالمية جماعية، وليست مسؤولية واحد بذاته، إنها مسؤولية دولية، إن احنا نرفع الظلم ونرفع عدم المساواة ونرفع الغبن الواقع على بعض الشعوب وبعض الفئات داخل هذه الشعوب، علشان يبقى المناخ مناخ نقي، مناخ تزدهر فيه الأفكار الطيبة مش الأفكار الشريرة. من الحاجات الجميلة جدا برضو الحقيقة الرابطة نتيجة طريقة إدارتها لي سواء لأنشطتها أو لتوسعاتها أو غيره، تشرفت الرابطة بتكلفها أن تدير مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واللي هو مركز الشيخ زايد. وده الحقيقة كان لو تتذكروا حضراته في 2004 كان جامعة الأزهر فازت بجائزة، وكان فضيلة الإمام الدكتور أحمد طيب رئيس الجامعة في الوقت ده، فطلب أن يسافر حتى يستلم الجائزة بتاعت الجامعة. فعندما سافر قابل أحد أبناء المرحوم زايد بن سلطان، الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، فقال له عبارة، قال له يا دكتور أحمد إذا الأزهر أخفض رأسه فكل رؤوسنا هتبقى في التراب، فقل لي بالله عليك ماذا ترى أن نستطيع دعمه داخل جامعة الأزهر؟ فالدكتور أحمد في وقتها قال له والله أنا محتاج مركز متخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. حضراتكم عارفين وخصوصا زملائنا واخواتنا اللي كانوا متابعين معانا من ايام الجامعه، كان احد التحديات الكبيره امام الطالب الوافد قضيه اللغه، لا يجيد اللغه العربيه بشكل جيد، وبالتالي يذهب الى حتى لو ذهب للمحاضرات وغيره، فطبعا لا يمكن ان يستوعب هذه العلوم، وخصوصا اذا ما كانت العلوم من العلوم الثقيله انا وانت حنتعب فيها، فما بالك بواحد اعجمي لا يجيد اللغه.
وحضراتكم عارفين طبعا اي واحد في الدنيا بيدخل اي جامعة في العالم لابد في اشتراط لإجادة اللغة التي يدرس بها في هذه الجامعة، كما تعلمون في التويفل وفي الايلتس وفي مش عارف المستوى الالماني السادس والمستوى الفرنسي كذا، يعني في كل لغة لها شروط على إجادة اللغة عندما تدخل الجامعة التي تدرس بهذه اللغة، ده حد أدنى. المهم الناس الحقيقة أوفوا بوعده وعملوا أنشأوا مبنى على درجة عالية من الحداثة والإمكانيات وتجهيزه أيضا وليس بناؤه فقط، وفي همسة عتاب صراحة إن هذا المركز لم يأخذ حظه من تسليط الضوء على الفكرة وعلى نجاح. وأنا بدعو حضراتكم جميعا أن كل ما يكون لديكم أي وقت خصصوا يوم في السنة في أي وقت تقدروا تروحوا فيه، روحوا شوفوا، كلموا مع الولاد اللي بيتلقوا الخدمة، شوفوا كيف تدار هذه الفصول، شوفوا مستوى اللغة اللي بيصل إليه الطالب الوافد اللي ما كانش بيوصله لغاية ما يتخرج من الجامعة، لغاية ما يتخرج من الجامعة ما كانش بيوصل لهذا المستوى في السنة التأهيلية لإجادة اللغة العربية. الحقيقة برضو احنا لما كلفنا بإدارة، لما كلفت الرابطة بإدارة هذا المركز أخذت المسألة بشكل علمي يعني صار، جبنا أفضل خبراء متاحين في العالم العربي في تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية، وهذا فرق كبير بين تعليم اللغة العربية لأبنائها وبين تعليم اللغة العربية لغير أبنائها، هذا أمر مختلف تماما، يحتاج إلى منهج مختلف، يحتاج إلى طرق مختلفة، يحتاج إلى أنشطة مختلفة وإلى أساليب مختلفة. فبدأنا من كما يقال من لا شيء، ليس لدينا منهج، ليس لدينا طريقة، ليس لدينا نظرية معتمدين عليها سوف نعمل بها، إلا إن احنا جمعنا أفضل خبراء في هذا المجال علشان يدلولة على أفضل طريقة وأفضل منهج. وتم بحمد الله عمل منهج من 6 مستويات لتعلم اللغة، إجادة اللغة العربية الفصحى، مستهدفة الدراسات العلوم الإسلامية والعربية، لأنه 99% من طلاب اللي بيخدمهم هذا المركز يستهدفون كليات العلوم الإسلامية والعربية. وبالتالي كمان عملنا مستوى سابع اللي هو ما بعد 6 في اللغة، كمان مستوى سابع اللغة المتخصصة التي تعني بالمصطلحات وبالمعاني وكيفية استخدام الكلمات في مجال العلوم الإسلامية والعربية، بحيث الطالب أو الطالبة تروح إلى كليتها وهي مهيئة ومؤهلة أن تفهم تلك التعبيرات الغامضة اللي لو أنا ولا حضراتكم سمعناها برضو حنحتاج إلى تدقيق ما, ما, ما هو المقصود من هذا اللفظ وما هو المقصود من هذا المصطلح. الحقيقة سواء إدارة المركز الأكاديمية أو الإدارة التسيير اليومي من حيث ضبط انتظام الطلاب والآخر، يعني لأول مرة وأنا أعتقد يمكن المؤسسة التعليمية الوحيدة في مصر اللي عندها سيستم حاسب آلي يتتبع الطالب من حضور من اختبارات من درجات، كل شؤون الطلبة بتاعت الطالب موجودة على سيستم حاسب آلي، تستطيع أنك تحصل على المعلومة عن أي طالب ومدى تقدمه ووصل في أي مستوى ومدى مضبطه وحضوره وإلى آخره، وده شيء مشرف جدا جدا. كل الجهد ده الحقيقة أنتج إيه في النهاية؟ كان في مؤخرا مسابقة في الإمارات العربية بين جميع مراكز اللغة العربية المعنية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي، وفاز مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الأزهر الشريف بالجائزة الأولى، وهذا يعني تتويج حقيقة لجهد كبير بذل من جميع الأطراف ولا أستثني أحدا، من العامل عفوا اللي بينظف المكان لغاية الذي يدير، من اللجنة الأكاديمية، من اللجنة الإدارية، من كل الزملاء الأفاضل اللي، وطبعا شكر كل الشكر والعرفان لمؤسسة الشيخ زايد الخيرية اللي مكنتنا من إمكانيات
مناسبة ان احنا نقدر نقوم بهذا النشاط. بيدرس في هذا المركز الان ما يقرب من 1500 طالب، وده هو الحد الاقصى اللي يمكن استيعابه. لذلك هناك تفكير في التوسع علشان نقدر كمان نستوعب عدد اكبر من الطلاب. بيشتغل على طبعا على فترتين بالضرورة علشان نستخدم اليوم كله المتاح. لكن الأسبوع الماضي فقط أنا ذهبت إلى المركز بصحبة وفد منظمة توني بلير علشان نفرجهم على بعض الطلاب الوافدين الذين يدرسون عندنا. فدخلنا فصل، أحد الفصول، الحقيقة أبهرني ما رأيته. كان فصل البنات، مدرسة واقفة بحط بعض الأسئلة على السبورة والطالبات بيجاوبوا. أنا يعني بس ده ما تنشروش الكلام ده، يعني أنا الأسئلة اللي سألتها أنا مش هعرف أجاوبها كل، يعني في أسئلة في الإعراب وأنا أعتقد أن بعضكم برضو مش هيعرف، بس يعني إحنا سوا فنخبي على بعض. فعلا البنات وصلوا المستوى هايل، حقيقي هايل. أنا لم أكن أتوقع طالب وافد أعجمي بعد الفترة اللي قضاها في المركز يستطيع ان ياخد جملة باللغة العربية ويعربها الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان واسم ان والحال وكذا كلام هايل، يعني خدناه كلنا طبعا لكن انسناه طالما لا نمارسه قد ننسى. لكن هم بالتأكيد وصلوا الى حاجة تانية عظيمة جدا جدا ولا اول مرة اشوفها باللغة العربية. شوفوا، روحوا اتفرجوا على اللعب التعليمية اللي الطلبة مؤلفينها وعاملين ازاي يتعلم اللغة عن طريق لعبة جيم زي بازل البازلز واللعبة الضمنة بالحروف والجمل والكلمات، يعني عاملين حاجات هيلة 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 في تحويل نشاط تعليمي عن طريق ممارسة ألعاب. ألعاب زي ما قلنا زي البازلز اللي هي تكمل صورة، بدل ما تكمل صورة بقى تكمل صورة وجملة، تكمل صورة وكلمة واو لآخره، وإيه الكلمة اللي تمشي مع الكلمة الأخرى عن طريق مربعات أو مصطلحات زي الضمن ومش عارف زي إيه. يعني عاملين الحقيقة كلام هايل هايل هايل، مبهر جدا جدا. أنا شفت الكلام ده باللغات التانية لكن أنا شخصيا ما كنت شفته في اللغة العربية. هناك يستحق فعلا الجائزة الأولى على هذا النشاط. الحقيقة هناك كثير، طبعا الوقت ما يسمحش ان احنا نتكلم عن كل أنشطة الرابطة، من بينها على سبيل المثال إنشاء مكتب معني بكيف ندعم رسالة الأزهر.